خواتاتي اليوم جبت لكم الوصفه اللي كل شيء تيقلب عليها ان شاء الله في هذا الصيف. كنخرجوا كنسافروا نمشيو للبحر ولا خرجنا غير نتغداو، الوجه ديالنا كيولي كحل وحالته حاله بالشمس. جبت لكم الوصفه اللي كتنقي لك البشره ديالك من اول استعمال، ولي درتها ليا ثلاثه المرات في السيمانه غتولي بلاره وكتشعلي وكتشقشقي. هاد الوصفه فيها الغسول الابيض اللي كيبيض لينا البشره وكيبيض الجسم كامل وكيرجع لك وجهك كما شتي ما شاء الله تبارك الرحمن بحال البيضه المنقيه. واللي شافتك غتسولك شنو كديري للبشره ديالك. يلا اختي خليك معايا من الاول حتى الاخر ديال الفيديو. السلام عليكم خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. مرحبا بالناس الجداد والناس القدام معايا في القناه وشكرا لكم بزاف. المهم خواتاتي غبرت عليكم تقريبا دابا شي 3 ايام ولا 4 ايام، ولكن جايبه لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف واكثر من رائعه. وتوحشت حتى نهضر معكم حركه فيديوهات يعني ندير صوت وصوره، لحقاش كما كنتو كتشوفوا في الفيديوهات كنت مريضه ما شكيت عليكم شكوى على الله، الله يشافي الجميع. كنت مريضه وكان فيا الحلاقه ومشى لي الصوت. المهم جاتني واحد المرضى يا ربي ان شاء الله تكون مغفره الذنوب. صافي هذيك، وبقيت كنمونطي غير في كنهضر غير في المونتاج، وتوحشت باش نهضر معكم بحال هكا يعني مباشره، وتوحشت ندير معكم فيديوهات. اليوم كما قلت لكم جايب لكم وصفه اللي زوينه بزاف كتبيض وكترجع لك الوجه ديالك كيشعل. بالنسبه بزاف ديال البنات دابا كيقولوا لي كنخرجوا للشمس وكنكحلوا يعني الوجه ديالنا كيولي سمر، هاد الوصفه هذه راه من اول استعمال غتشوفي النتيجه اللي هي اكثر من رائعه. الا كنتي بيضه غتزيدك بياض على بياض وغتولي كتشعلي، الا كنتي سمراء غتحيد لك كاع دوك البقع وديك يعني دوك الحروق ديال الشمس وغترجع لك اللون ديالك سمر زوين شوكولاتي. المهم هاد الوصفه هذه فيها الطين الابيض، لحقاش واحد البنت قالت لي عفاك اعطينا وصفات بالطين الابيض كما قلت لكم في هذا واحد الوصفه ديال اليدين. قلت لكم راه الطين الابيض راه كيبيض اليدين كيبيض الوجه وكيبيض الجسم كامل الرجلين وكل شيء، وقالت لي عطينا وصفات بالطين الابيض. هذه الوصفه هذه فيها الطين الابيض. المهم خواتاتي ما غاديش نطول عليكم بزاف، يلا دابا نمشيو نصايبوها نخلطوها مع بعضياتنا وغادي نديرها معكم وغتشوفوا معايا كل شيء. ولكن خواتاتي نتوما فضلا وليس امرا، كما كنعطيكم وصفات زوينين ومجربين ما تنساونيش خواتاتي من لي لايك، لحقاش لي لايك ديك البصيمات ديالكم تيطلعوا الفيديوهات الناس اخرين، يعني الناس اخرين حتى هما كيشوفوا الفيديوهات والفيديو كيطلع في المشاهده. فداكشي علاش كنقول لكم خواتاتي ديروا لي لي لايك ما تنساوهاش، ما تخسري اختي والو غير داك الصبيع ديالك الله يجعلك ان شاء الله تحطي على قبر النبي، غادي تضغطي على ديك البصيمه وملي غادي تسالي الفيديو الى عجبك وكما قلت لك اختي ملي سالي الفيديو كما جاك راه غادي تكتبي كومونتير، لحقاش الكومونتير حتى هما كيساعدوا الفيديو باش كيطلع. يلا خواتاتي نخليكم دابا من كثره الهضره بزاف نخليكم تشوفوا الوصفه اللي غادي نخلطها معكم وغنديرها معكم على الوجه ديالي. كما قلت لكم وصفه اللي زوينه بزاف وخطيره وواعره واكثر من رائعه. بزاف ديال البنات انا تعمدت باش نقول لكم هاد خطيره وواعره، لحقاش بزاف ديال البنات كيكتبوا لي في الكومونتير كيقول لي ما تبقايش تقولي واعره ما تبقايش تقولي خطيره، قولي مثلا قولي رائعه قولي اكثر من رائعه قولي فعاله. شوف اخواتاتي حنا يعني هذه هي الهضره ديالنا، يعني المغاربه كاملين هذه هي الهضره ديالنا، وهذه كتعجبنا مثلا شي حاجه كنقولوا واو خطيره واو واعره زوينه وهي تزوينه واعره، هذه هي الهضره ديالنا. نتوما اخواتاتي ما ديوش على الهضره ديالي، ديو على الوصفات، شوفوا الوصفات تهلاو لي في راسكم تهلاو لي في البشره ديالكم، هذا الشيء اللي خصكم ديروا. يلا اخواتاتي ما نطولش عليكم بزاف نمشيو للوصف. المهم البنات نبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه لهذه الوصفه كما قلت لكم اللي زوينه بزاف ورائعه وخطيره وواعره وكاع المصطلحات مجموعين فيها زوينه بزاف البنات. كتبيض وكترجعك من اول استعمال غتلاحظي الفرق، كتبيض وكترجعك كتشعلي. عندي هنايا الحمص، حمص مرطب، انا خديت معلقه كبيره، انا واخا غادي نوريكم، اما انا راه دائما تيكون عندي الحمص مرطب كنديرو في الفريكو ياك. المهم عندي هنايا كتاخدي واحد المعلقه ديال الحمص، الا كان عندك الحمص بحالي انا دائما في الفريكو كديريه بحال هكا في الكاس كتخوي عليه الماء، واخا كيكون مرطب كتخوي عليه الماء كتخليه تغطي هذا الكاس كتخليه يبات بحال ما هكا كيزيد يرطب. ما عندكش كتاخدي معلقه ديال الحمص كارم وكديريه في كاس ديال الماء وكتخوي عليها الماء، يعني كتعمري على الحمص الماء وكتغطيه وكتخليه يبات ليله كامله حتى كيرطب، حتى كيرطب بحال ما هكايا صافي.
وعندي هنايا البنات المكون اللي اكثر من رائع وزوين بزاف، وكيبيض لينا الوجه، كيبيض اليدين، كيبيض الجسم كامل. راه فيه تشاركت معكم وصفه ديال تبييض اليدين بالغسول الابيض. الغسول الابيض اللي زوين بزاف كما قلت لكم حتى في التبريمات، راه فيه تشاركت معكم حتى في التبريمات، ومازال غنعاود معكم تبريمه بالغسول الابيض بلا حنة بلا حتى شي حاجه. المهم هذا الغسول الابيض راه معروف، يعني راه من قديم الزمان ملي كنا باقيين صغار، كيتباع عند العطار بخمسة دراهم، يعني الثمن ديالو مناسب وزوين بزاف في التبييض. راه من اول استعمال كتشوفي واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف، كيبيض كما قلت لكم، تيبيض الوجه، اليدين، الجسم كامل، الرجلين، كلشي. المهم هذا الغسول الابيض انا ما كيخطانيش، هيا كانت عندي باكيه وسالات هانتوما كما كتشوفوا، بقى فيها غير واحد شويه، وجبت عاوتاني باكيه اخرى لحقاش كنديرو في تبييض اليدين والرجلين، وكنديرو في الوصفات، وكنديرو بحال دابا في الصيف كنديرو في الوصفات ديال الوجه. زوين بزاف هذا الغسول الابيض هانتوما، لحقاش بزاف ديال البنات كيقولوا لي فين غادي نلقاه، كتلقاه عند العطار، راه معروف، راه ملي كنا باقيين صغار هو كيتباع، يعني معروف الغسول الابيض ها هو اللي فيه مصوره فيه بحال هكا البنت، راه معروف. المهم اول حاجه قبل ما نسيت ما وريتكمش المكونات، يعني المكون الثالث اللي هو ياغورت طبيعي. عندنا الحمص، الغسول الابيض، وعندنا ياغورت طبيعي. هاد الوصفه هادي زوينه بزاف. بالنسبه لياغورت ماشي ضروري ديري هاد الماركه هادي، اي ماركه عندك ديال ياغورت طبيعي يمكن لك ديريها. ما عندكش كنتي مثلا في الباديه ولا في شي بلاصه يعني ما فيهاش الياغورت طبيعي، كديري ليا الريب، يا اما الريب او اللبن، حتى اللبن الا كان بلدي حتى هو زوين في هذه الوصفه هذه. المهم غادي ندي دابا هذا الحمص، غادي نطحنو مزيان بالماء ديالو، غادي نطحنو مزيان وغادي نرجع لكم باش نكملوا الوصفه. صافي هنايا هانتوما البنات انا طحنت هذاك الحمص، هانتوما كطحنوا غير شي طحانه صغيره، انا لحقاش الطحانه ديال هذيك الصغيره خاسره ليا. هانتوما غادي نخوي شي زلافه باش يبقى ليا هاد الطبسيل مخلط فيه. كتاخدي هاد الحمص اللي طحنتي بحال هكا، ماشي ضروري طحني في هاد الكاس هذا كبير ديال الطحانه، غير هاديك الطحانه الصغيره كيما قلت لكم انا حيت عندي طحانه صغيره خاسره ليا. هانتوما البنات حمص كتشدي كطحني بحال ما هكايا بحال هكا، غير الماء يكون غير القياس، وراه ملي كترطبيه وكتبيتي عليه الماء يعني كتغطيه بالماء راه كيشرب ديك الميه، كيبقى غير واحد شويه باش ملي كطحني كيجي بحال ما هكا خاز بحال هكا. صافي دابا غادي ناخذ قياس تقريبا واحد قياس اللي غادي ندير معلقه كبيره تكون ما عامراش بزاف بحال هكا، غنزيد واحد شويه يعني معلقه كبيره. صافي بحال هكا غادي ناخذ الغسول الابيض، غادي ناخذ هذا اللي قريب يسالي، ناخذ منه معلقه صغيره، معلقه صغيره البنات ديال الغسول الابيض بحال هكا. انا هذا الغسول راه ما تيخطانيش البنات، لحقاش زوين ومبيض، كيحيد لينا كاع ديك الكحوليه وديك السميره كله كيتحيد، وكترجع البشره غزاله وبيضه ونقيه. البنات انا درت معلقه صغيره عامره مزيان ديال الغسول الابيض، هانتوما شوفوا، وغادي نزيد ياغورت طبيعي صغيره حتى هي ديال ياغورت طبيعي. يعني هاد المكونات هادو كما قلت لكم البنات اللي غيقول لي باش غنعوضو ياغورت، يمكن لك تعوضيه بالريب البلدي يكون طبيعي، اولا باللبن يكون طبيعي. اما الحمص والغسول الابيض يعني غديريهم ليه هما، ما عندكش باش تعوضيهم، هادو مكونات اللي هما ضروريين في الوصفه. اما ياغورت طبيعي قلت لك باش غادي تعوضيه، اما الغسول الابيض والحمص كنقولها وكنعاودها يعني هما اللي تيبيضوا لينا البشره وكيحيدوا لينا كاع التصبغات والحرق ديال الشمس وكلشي. نزيد واحد شويه بحال هكا، بعدا غادي نخلط ونشوف الا خاصني شي شويه نزيد، لكن بان ليا صافي هو هذاك الخليط غيجيني هو هذاك. شفتوا البنات هانتوما، صافي هنايا البنات هانتوما خلطت هاد الوصفه مزيان بحال ما هكا، كتخلطيها مزيان مزيان، وغادي نخليها واحد جوج دقائق اولا ثلاثة دقائق حتى غادي ينسجموا لي هاد المكونات مع بعضياتهم، الحمص مع الغسول الابيض مع الياغورت الطبيعي. صافي وعاد غادي نديرها على الوجه ديالي، وانا غادي نديرها على الوجه ديالي ونقول لكم شحال ديال الوقت خصكم تخليوها، يعني شحال من خطره خصكم ديروها في السيمانه في الاسبوع،
صافي هانتوما البنات وصفه اللي زوينه بزاف بزاف. هاد الوصفه راه كتبيض لك وجهك من اول استعمال، كتشوفي الفرق من اول استعمال كتبان لك النتيجه اللي زوينه بزاف. وغديروها البنات وغتشكروني على هاد الوصفه هادي. هاد الوصفه راه من قديم الزمان كانوا مواتنا كيديروها، وكانوا الناس اللي قبل منا كيديروها زوينه بزاف بزاف هاد الوصفه هادي. ولكن بالحق الناس الكبار راه كانوا كيديروا فيها اللبن طبيعي. هاد الغسول هذا اللي قلت لكم راه يعني راه من قديم الزمان كانوا كيديروه مع الحمص مطحون، وكيديروا معاه اللبن. اللبن حتى هو راه زوين بزاف الا كان اللبن طبيعي. راه عرفتي هاد الوصفه زوينه كتبيض وغزاله. ملي كانوا كيبغيو يمشيو مثلا للمناسبات ولا للعراس ولا يسافروا كانوا كيديروا هاد الوصفه هذه، كتعطيك واحد النضاره للوجه وكتبيض لك وجهك من اول استعمال. يلا خواتاتي ما نطولش لكم هضره بزاف، انا كنبغي نهضر معكم غير الاستفاده فقط. يلا نخليكم دابا نطبقوها على الوجه ديالي. المهم البنات ها انتم الوصفه، خليتها ارتاحت تقريبا واحد جوج دقائق حتى ثلاث دقائق ها انتم كما كتشوفوا. وكما كنقول لكم دائما اي وصفه بغيتي ديريها للوجه ديالك واخا تكوني غاسله وجهك ويكون نقي، لحقاش دوك الدهون اللي تيخرجوا لنا من البشره طبيعيين كيخرجوا لنا هنايا وهنا وهنا في الوجه، راه ما تيخليوش اي وصفه تشد لنا في الوجه ديالنا وتعطينا واحد النتيجه اللي هي زوينه. واخا كما قلت لك الوجه ديالك يكون نقي، ملي تبغي ديري اي وصفه طبيعيه كتغسلي ليا وجهك بصويبينه، اي صابونه كتغسلي بها كتغسلي بها الوجه ديالك وكتنشفيه بفيطه وعاد كديري ليه الوصف. المهم انا غادي نحيد دابا نضيدراتي، انا غسلت وجهي ملي خلطت هذه الوصفه هذه، واخا وجهي كان نقي مشيت عاود غسلته مزيان ونشفته، ودابا غادي ندير ليه الوصفه. انا غادي نحيد نضيدراتي دابا الوصفه ديالي بحال هكا. ما تكونش الوصفه ما تكونش ثقيله، ما تكونش خاسره، وما تكونش عاقده، ما تكونش جاريه بزاف بينو بين بحال هكا. كديري حتى العمق ديالك، اي وصفه درتيها لوجهك ديري حتى العمق ديالك باش كيولي لون واحد، ماشي وجهك كيرجع ابيض والعمق ديالك كيبقى اسمر بالشمس. اي وصفه درتيها لوجهك كديري العمق ديالك، واللي شاط عليك من هذه الوصفه هذه ديري حتى ليديك، راه كيبيض هذه الوصفه هذه، وخصوصا الغسول الابيض كيبيض كما قلت لكم الجسم كامل. صافي بحال هكا كديريها ليا لوجهك بحال هكا، كتعمريه مزيان، وملي كنشوف لك الكوش الاول كتعاودي ديري الكوش الثاني ياك. دير بحال هكا، انا كندير غير بيديا بحال هكا. المهم غادي ما بغيتش نوسخ هذا الزويف هذا، ملي غادي نحبس معكم الفيديو غادي نحيد هذا السيف وهذا الكندورو وغادي ندير العنقي، يعني غنتمرمد مع هذه الوصفه غندير وجهي كامل والعنق ديالي. كتخليها حتى كتنشف، اي وصفه ما تخليش حتى تنشف بزاف حتى كتكرم، حيت الوصفه ملي كتكرم بزاف على البشره راه كتسبب لنا في التجاعيد، كيولوا عندنا التكماش في البشره ديالنا. غير تشوفي الوصفه بدات كتنشف شي شويه صافي. المهم هذه قلت لك ديري جوج ديال الكوشات، كديري الكوش الاول كدوز واحد جوج دقائق وكتعاودي ديري الكوش الثاني وكتخليها حتى كتنشف شي شويه تقريبا واحد 10 دقائق بحال هكا، كتبغي غير تنشف لك على البشره ديالك، وكتمشي كتغسلي وجهك بميه عاديه ما كديري لا صابون لا حتى شي حاجه. المهم خواتاتي بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي شحال من خطره غادي نديروها في السيمانه، يمكن لك ديريها حتى ثلاثه مرات في الاسبوع، ثلاثه مرات في السيمانه، راه من الاستعمال الاول غيبان لك الفرق وغتبان لك البشره ديالك تنقات. راه كما قلت لكم هذه الوصفه كتنقي يعني الوجه من الكحوليه ديال الشمس ومن داك مثلا السميرار ومن كل شيء، كتبيض لك البشره ديالك. وحتى ملي تكوني غدا معروضه ولا مسافره وبغيتي البشره ديالك تكون فيها واحد البياض وواحد اللمعان، ولا كنتي سمراء يكون اللون ديالك زوين شوكولاتي وما يكونش داك عندك الكحوليه وداك السميره اللي تيكون دوك البقع اللي عندنا في الوجه، دير لي هذه الوصفه هذه وتفكريني. وما تنساونيش خواتاتي من بارطاج القناه ومن التعاليق ديالكم زوينه كما قلت لكم في الاول، ولا هذا لي لايك باش الفيديو كيطلع للناس اخرين. المهم انا غادي نبقى نهضر معكم بزاف حيت غادي تشبل لي هذا الكوش الاول، غادي نقطع معكم دابا كما قلت لكم وعاد غادي نكمل الوصفه. المهم انا عطيتكم الوصفه بلا ما نحتاج يعني نتسنى حتى نغسلها وعاد نوريكم، راكم شفتوا الوجه ديالي انا تبارك الله كيفاش داير نقي غير بالوصفات الطبيعيه. يلا خواتاتي كما قلت لكم لي لايك فضلا وليس امرا، لحقاش القناه بدات كطيح شي شويه، غير كنغبر على واحد يومين ولا ثلاث ايام كتبدا تطيح. يلا خواتاتي تهلاو ليا فراسكم، تلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.